اسعد الله صباحكم مشاهدينا ومتابعين شاشه تلفزيون الكويت، وحلقه جديده نطل فيها من خلالكم مع صباح الخير الكويت في هذه الحلقه الجديده واللي عندنا فيها مجموعه من الاخبار واللقاءات المميزه. خلوني بالبدايه ارحب بغاده. غاده صباح الخير. صباحك ورد عبد الله، صباح الهنا والسعاده لكل عيون تناظرنا عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت الحبيبه. نطل عليكم، يمكن في ناس الحين نايمه، وفي ناس قاعد تتابعنا، وفي ناس توها فزت عشان تفتح التلفزيون وتتابعنا. نقول لكم الخير ان شاء الله بويهكم يا رب العالمين، ونكون وايد خفاف عليكم في اطلالتنا عبر صباح الخير يا كويت. لقاءاتنا شوي دسمه وشوي حلوه، شوي فيها نوع من طيقة خلق، لكن فيها إشراقة وبارقة أمل إن شاء الله بتكون من خلال هذه اللقاءات المتميزة. نعم، يمكن اليوم أغلب الصحف غادة تتكلم على زلازل وخسائر في بالبورصة، وبدأت من الصين وصلت من المحيط إلى الخليج، لكن نقول صباح تفاؤل، صباح يكون مختلف ويانا. راح نعرف ليش راح نتفائل، لأن احنا في ديرة خير أكيد. ومجلس الوزراء أيضا من خلال الاجتماع اللي كان أمس طمن المواطنين، وفي دراسة راح تكون لكل الأوضاع وغلاء الأسعار اللي قاعد نشوفه. حلو. بالكويت الحبيبة. حلو، هذه اللجنة اللي تم إقرارها بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء بوجود لجنة تختص في وضع السعر العادل للسلع بطريقة ما يكون فيها تلاعب، وهذه راح تاخذ تقارير من هذه اللجنة خلال شهر واحد. يعني دليل على تفاعل مع الأسعار اللي قاعد تصير، دليل على التلاعب بالأسعار من قبل بعض الباعة أو التجار نفسهم، فحتى ما يكون هناك جشع وطمع وتلاعب لابد من وضع حد ونقاط على الحروف. هذا شيء وايد طيب ووايد حلو، ونتمنى إن شاء الله للكل والجميع الخير يدر عليه بالمعقول. نعم، يمكن غادة أمس كان في هاشتاج يوم الاثنين الأسود، يعني يا ساتر، كلمة كبيرة أكيد. والمحللين وصفوا الحالة اللي مرت فيها البورصة أمس أنها الأسوأ من 6 سنوات. صحيح. إحنا راح نتكلم ونطمن المواطنين أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا يكون معنا أكيد المحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد الشلفان. صباح الخير. صباح النور أخي عبد الله. يعني أنا صراحة يشرفني أن أكون معاكم في برنامج صباح الخير الكويت. أحب بالبداية طبعا أصبح بالخير على أخواننا المواطنين ومشاهدين تلفزيون دولة الكويت، وأشكركم على الاستضافة من الأخت غادة ومن الزميل السابق في الدراسة أخ عبد الله. يقولون شطار كنتوا بالثانوية مع أن الاتجاهين مغايرين علمي وأدبي، بس كنتوا بالابتدائي ومتوسط الثانوية. نعم ما شاء الله عبد الله كانوا يعني كان متميز بعد، يعني اذا ماني بقولها، لكن الشباب حتى كانوا يغشون منا بالدراسه. يعني كنا نتنافس، ها ما غشش حتى بيني وبين احمد، حتى بالطول يمكن كنا يخلونا نقعد، لان والله بامانه من وراكم من قدامك انت من خيره الشباب. الله يسلمك استاذ احمد، سعداء بوجودك، ونتمنى ان شاء الله هذا الصباح يكون صباح خير. يمكن الصيف شوي حار عندنا صح بالكويت، لكن في امور كثيره في الحياه ممكن تبرد هتبرد هذه الحرارة وتعيش. نعم. بجو نقول جميل ورايق. نعم. لكن مع البورصة ومع الانخفاض الحاد في سوق البورصة الخليجية تحديدا. نعم. واللي أنا سمعته كذلك أن حتى في لندن وباريس صار في انخفاض في البورصة عندهم. نلاحظ أيضا النزف اللي قاعد يصير في سعر البرميل النفط اللي وصل يمكن تقريبا 43، يعني هبوط سريع، بورصة يعني منهارة، قصة غريبة عجيبة. فياريت. نعم. نعرف السر وليش قاعد يصير كذي، وهل ممكن في بارقة أمل في الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السوق الكويتي للأسف من بداية الأزمة في سنة 2008 إلى الوقت الحالي سالفته تختلف عن سالفة باقي البورصات المنطقة. يعني شون؟ لأن احنا في بكل أمانة ما نقدر نقول ان احنا طلعنا بشكل كامل من الأزمة المالية اللي حاشتنا ب 2008. يعني مقارنة بأسواق المنطقة الثانية، السوق السعودي والإماراتي والقطري خاصة وهم الأبرز، قدروا أن يطلعون، قدروا أن يرجعون إلى مستويات أداء عالية، وكذلك مستويات أرباح للشركات والبنوك عالية. أما شركات السوق الكويتي ظلت تحت ضغط، ظلت ذات هوامش أرباح منخفضة، ظلت. طيب ليش أستاذ أحمد؟ يعني السوق السعودي مثل ما قلت والإماراتي طلع وانتفض من هذه الأزمة. ليش احنا في الكويت ظلينا تحت وطأة هذه الأزمة؟
أنا أعتقد في عدة أسباب مختلفة، فيها في جزء منها من البيروقراطية في الدولة، جزء منها نقدر نقول غياب اللاعبين الأساسيين في البورصة، نقدر نقول هم كذلك عدم وجود صندوق لصناعة السوق، لوجود عروض وطلبات لبعض الأسهم للمحافظة أو لتشجيع على الدخول للأسهم أو محافظة على 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 يعني مدى معين للأسهم للدخول فيه، عشان اللي يقدر يشتري يقدر يشتري واللي يقدر يبيع يقدر يبيع. ما كان في تركيز على هذه كلها النقاط. النقطة الأساسية بعد أفتكر اللي ناقصة بعد بالكويت، المفروض كذلك إشراك القطاع النفطي في البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي. يعني نقدر نشوف بالسعودية من أكبر القطاعات الموجودة في السوق السعودية اللي هو قطاع البتروكيماويات، وإحنا كدولة منتجة للنفط يعني عندنا القطاع أساسي بالنسبة للكويت، كان المفروض أن القطاع الخاص يشارك فيها بشكل أكبر من كذي. حلو. إذا تكلمنا قبل شوي أن هبوط الأسعار أو الأسهم الصينية وانخفاض سعر النفط، شنو العلاقة بين الأسهم وبين النفط؟ بأمانة يعني ما نقدر نقول لنا علاقة مباشرة. أنا أفتكر الأيام اللي طافت كانت تأثير نفسي أكبر. صحيح. تأثير نفسي، لأنه هو مو مباشرة تأثير نفسي، وخاصة بعد يعني خلال الفترة اللي طافت كان في نوع من 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 شد الحزام أو رفع بعض هذا من بعض الدعم لسلع في الدولة أو تقليل الدعم بشكل تدريجي، فالناس فيها نوع من القلق من هذا الموضوع. نعم. أكثر طبعا ما حد يقدر ينكر السعر التوازن بالكويت، مثل ما في تقرير لصندوق النقد الدولي يقول انه هو حوالي 57 دولار، والحين وصل سعر البرميل الى 42 دولار. واو. ففي نوع من الخوف ما حد يقدر ينكره، خاصه اذا استمر هالشيء. لكن في المدى القصير وبشكل مباشر المفروض انه ما يكون في هذا. اكيد نتمنى ذلك. استاذ احمد، كونك محلل اقتصادي ومدير محفظه في المركز المالي، والله عندي مبلغ وطايح بكبدي. نعم. ومبلغ وقدره يعني. أيه. وما ادري ايش اسوي، بس استثمره بصراحه. نعم. مره حطيته وديعه، ومره قطيته بصندوق استثماري. نعم. ودار علي بخير، والحين طايح بكبدي وما ابي العب فيه بصراحه. تنصحني وين اقطب اي صوب بالبورصه؟ خاصه الحين مع الازمه احمد، يمكن تحديدا كوني صاحبك بعد بالضبط. يعني ما حلت لي السالفه الا شو اسمه. نعم. الا للحين بدخل البورصه، شو اسوي؟ والله بأمانة مرات الأزمات تصنع الفرص، لكن في الوقت الحالي الواحد يعني يقول لنا يتركد، خاصة إن إحنا في عز. يعني أنا طالع معاكم اليوم الحمد لله، إن شاء الله إنه يكون وهي خير على الناس، لكن إحنا في أيام حرجة بأمانة البورصة. يعني أي واحد متداول بالبورصة أو متابع أو حتى مستثمر راح يكون في أيام صعبة. صحيح. لكن هالأيام نتمنى أن الواحد ينتظر ويتريث يعني شوية. تنصحني تريث؟ نعم. إيه والله. ما اشتري ذهب؟ الناس يقول لك روح للذهب، والذهب كنا صح يعني عشو. والله حتى الذهب فيه بعض المخاطر الثانية. بس سألتك. أي نعم للأسف. فبس البورصة في لها ممكن، وممكن العودة لها، وفي بوادر بالدولة هم كذلك زينة. يعني حاليا الفترة اللي طافت بالكويت تم توقيع عقود كبيرة وترسية مناقصات كبيرة، منها المطار الجديد، ومنها كذلك المصفات الثانية، مصفات الزور الثانية، حوالي مجموعهم يقال 5.2 مليار، ومجموع المناقصات التنموية القادمة يقدر ب 73 مليار. صحيح. فهذه كل المناقصات هذه المفروض أنها تنعكس على الاقتصاد الكويتي، خاصة إذا تم تمويلها عن طريق البنوك الكويتية المدرجة في البورصة. يمكن أحمد هذا بالنسبة حق أسعار البورصة بالكويت. إذا الواحد حاب يستثمر في أسواق الخليجية، شو بتنصحهم؟ نعم. بصراحة الأسواق المنطقة ككل يعني ما في شك أن حاليا الوضع الحالي أن النمو، القلق من النمو الاقتصادي العالمي، والقلق من نمو الصين وتراجع، وكذلك المخاوف الأساسية من تراجع الطلب العالمي على النفط. صحيح. يعني اللي قاعد يصير مشوي في انتاج كبير، وفي في مخاوف من التراجع، يستخدمون النفط بكفاءه. صحيح. وهناك امريكا قاعد تنتج اكثر من الشيل اويل،
والنفط الصخري. صحيح. فهذا كله قاعد يأثر فينا، خاصة مع قرب الحين أمريكا رفع أسعار الفائدة، فالأسواق في حالة مو مستقرة تماما. أنا أعتقد الانتظار قليلا، وممكن الدخول تالي في أسواق معينة، مثلا بصراحة السوق المتميز بالخليج السوق الإماراتي، بسوقين يعني سوق دبي وأبوظبي فيهم سلع متميزة من بنوك ومن قطاعات عقارية زينة. صح. لكن التريث والدخول فيه يعني حتى أنا أقول يعني مثل ما قلت سألتيني خطادة قبل الهواء أنه حتى لو تدخلين بوقت متأخر شوية مو شرط تلحق، لكن تكون الأمور مستقرة أحسن من ما الواحد يدخل وينزل عليه زيادة. يعني انا والله قاعده حاتي ما بخسر فيهم، طايحين كبدي طايحين، بس على الاقل خلي يروحون مكان شيء شويه يشتغلون. زين، قراءتك للسوق الخليجيه بالوقت الراهن، يمكن قلت لي الاماراتي تحديدا هو شوي اللي منتعش، كرؤيه حاليا واستقراء للوضع الراهن ولا بعد شوي قدام شو تشوف؟ يعني بأمانة ما حد يعني عندنا شغلات، عندنا مؤثرات خارجية أو خارجية يعني خارج إرادة الدولة هم وإرادة الشركات، وفي مؤثرات داخلية. المؤثرات الخارجية مثل ما تكلمنا عنها ما لنا نقيد فيها ولا نقدر نتحكم فيها، مثل النمو العالمي قلق منه، تراجع النفط، هذه كلها مؤثر على 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 المنطقة ككل مو بس الكويت يعني. صح. ما في شك. لكن كدول بالعكس في الفترة القادمة في 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 متوقع أن يكون أداء جيد للأسواق الخليج الثانية، واتمنى للسوق الكويتي انه يصير في تحسينات، ومن خلال مثل ما قلنا وجود صانعين سوق من خلال صندوق لصانعين السوق. صحيح. وعودة المتداولين الرئيسيين الى السوق، او من خلال تشجيع الشركات الكبيرة الغير مدرجة في البورصة على الدخول إلى البورصة، وتسهيل لهم من خلال تسهيل الاقتراض لهم تنعشها. طبعا في شركات ناجحة كبيرة برا البورصة، نتمنى يعني من الإخوان فيها مثلا في هيئة أسواق المال أو انه يقومون في هذا الدور. اعتقد لان بالاسواق الاماراتيه والسعوديه يقومون بهالشيء، يشوفون شركات كبيره غير برا البورصه يقول لهم احنا نسهل لكم ونفتح لكم بيبان الدوله بشكل اكبر، لكن دخلوا بالبورصه لزياده الشفافيه ولمشاركه الشعب في هذا الوضع. حلو. يمكن اليوم احمد كل مواطن راح يقومون يفتحون الصحف راح يشوفون زلزال خسائر. اليوم الاثنين الاسود. نبي يعني نجمع كل الكلام هذا اللي قلناه ونطمن المواطنين ونعطي هم شيء جرعة من التفاؤل، شو تقول لهم؟ ما في شك، الحمد لله. طبعا احنا في الفترة اللي طافت كنا يعني تشاءمنا مثل ما قلت، كان في يوم اثنين اسود وخلال خاصة الفترة القصيرة الماضية، لكن الحين نقدر نقول ان قرب مثل ما قلت ترسية المشاريع الكبيره اللي قاعد تتم، وفي وبشهاده الجميع ان في 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 تحرك ايجابي من ترسية المناقصات. نتمنى ان هذا الشيء ينعكس على البنوك وعلى نتائجها اللي هي اساس طبعا السوق الكويتي، وكذلك نتمنى انه ينعكس على القطاعات الانشائيه في الكويت اللي راح تحرك ما لا شك فيه راح تأثر على باقي القطاعات في السوق. أكيد. أستاذ أحمد، يمكن شوي راودني سؤال، يمكن دائما تقال يعني تنحط السياسة أو أمور المنطقة السياسية كتحديد لمعيار بورصة نفط وغيرها، بلا شك أكيد مأثرة يعني. نعم. الأوضاع في المنطقة العربية تحديدا داخل سياسات الدول نفسها، إلى أي مدى راح تأثر ومتى راح ننتهي من هذا الموضوع؟ صحيح. ما مثل ما يقولون رأس المال جبان. أيوة. وأنت توش قاعد تقولين أخت قادة أنا بش أسوي بفلوسي وين أحطها؟ ما في شك إن الواحد عشان تكون في بيئة استثمارية جيدة لازم يكون في يعني محيط آمن ووضع جيوسياسي مستقر. الفترة اللي طافت إلى الآن يعني ما إحنا مو بعزلة عن الأوضاع اللي بس قاعد تتم في المنطقة، موضوع مثلا محاربة داعش أو محاربة
محاربة داعش أو محاربة المشاكل اللي قاعد تصير في المنطقة، فهذه كلها قاعد تتأثر صحيح. في الموضوع صحيح. ما في شك إن شاء الله يعني الأمور إذا استقرت طبعا تنعكس علينا إيجابا ما في شك. أكيد يا رب. أتمنى ذيك السنة من سوق المناخ كان يطري عليكم يوم كان يضرب ضرباته من كثر ما ضرب وخروا السوق ب 200 ألف كويتي. فإحنا والله ما نبي يضرب لا كذي. لا أنا لو ضرب بخرب مليون كويتي ولا يهمهم يستاهلون أهل السوق. زين على طار البخوخ بعد أحمد قبل أن أختم وياك تبي نشوفك مع حملة خلها تخيس ولا لا؟ ما اسمع السمك الحين احنا ان شاء الله ما سمعت كنا يقولون حمله السمك نجحت بس ما نبي السوق بعد يخيس نبي السوق يتعش مره ثانيه بعد للحين الضغط مستمر اسبوع يمكن اي لان للحين السعر 14 15 وصل 8 ويرد يرتفع وصل 7 بس صحيح صحيح الحلو في الموضوع انه في تحرك حكومي انه راح يحد من عمليه الاسعار والتلاعب الاسعار بوجود حل عادل للاسعار يعني بالنسبه للبائع والمشتري فهذا شيء وايد حلو خطوه وايد حلوه لمثل هذه الحمله. نعم. شكرا لوجودك معنا تشرفنا احنا اللي الشرف سلمك. شكرا لكم على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا الله يعافيك الله يسلمك شكلي باخذ عندكم محفظه حياك الله تفضلين الله يسلمك اكيد وين بتودينا الحين عبد الله حق رياضه نحمي شوي بعد الاخبار هذا والانتعاش اللي صار فينا الاقتصادي وحق انتعاش من نوع ثاني انتعاش راح يكون رياضي مع الكابتن عبد الله العوضي.